سوق السيارات يدخل حقبة جديدة، خيارات أقل وأسعار متفاوتة وهوامش ربح كبيرة، وهو ما يختلف عن العام الماضي الذي يصفه مراقبون بالأسوأ في غضون عقد، حيث كانت هناك مشكلات سلاسل التوريد والنقص في رقائق أشباه الموصلات إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة. ووفق إحصاءات، شهد العام الماضي بيع 13 مليون سيارة فقط، بانخفاض 8% من عام 2021 وأدنى إجمالي منذ عام 2011. أما العام الجديد وحسب محللين سيكون عاماً قوياً لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن تنمو أرباح أسهم شركات السيارات المدرجة في البورصة الأمريكية بنسبة 55%. من ناحية أخرى، خفضت شركة تسلا أسعار بعض طرازاتها للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على خفض الشركة أسعار سياراتها الكهربائية في الصين بأكثر من 10%، مما يعزز التوقعات بحرب أسعار قد تنشأ بين السيارات الكهربائية. ويرى مراقبون أن أسعار السيارات المستعملة آخذة أيضاً في الانخفاض، ولكنها ليست كافية لتعويض المستويات المتضخمة بشكل كبير. ووفق أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان الأمريكية، أظهر أن المستهلكين يتوخون الحذر عند شراء سيارة في البيئة الحالية، خصوصاً مع قلة التمويل البنكي في مختلف دول العالم.